خلونا دلوقتي نروح للميا تقول لنا اخبار الطقس بالتفصيل النهارده. اتفضلي يا لميا. شكرا هدير. مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصبح بدري كمان، وده هيكون على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. والنهارده كمان في شبوره مائيه الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. وبالليل هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، وهو ده اللي هيقلل الاحساس بارتفاع نسبه الرطوبه شويه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس بتنضم لنا طبعا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. طمنينا على حالة الطقس النهاردة. احنا اليوم مستمرين في الأجواء الخريفية بنشهدها على أغلب أنحاء الجمهورية. درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهرة الكبرى متوقع اليوم تكون 30 درجة مئوية، يعني الأجواء خلال فترات النهار هتكون أجواء ما بين الأجواء المائلة للحرارة إلى الحرة خلال فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات جنوب البلاد خلال فترات النهار. أغلب الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هي كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى. مع دخول فترات المساء وساعات الليل الأولى بيكون في نشاط لرياح. نشاط الرياح ده سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، بيساعدنا على عدم الإحساس بارتفاع درجات الحرارة اللي احنا بنشهده خلال فترات النهار، بيساعدنا كمان على إحساس بنسب رطوبة أقل، فبالتالي بنحس بالأجواء الخريفية اللطيفة جدا خلال فترات المساء. خلال فترات الليل وخاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر بدأنا نشعر ببعض البرودة، والأجواء هتكون معاها أجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية. يعني ساعات الليل الأولى الأجواء لطيفة، لكن ساعات الليل المتأخرة أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل. عاوزين ناخد بالنا من الفرق الكبير بين درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل، عشان كده عاوزين نختار نوعية الملابس بعناية خلال الفترة القادمة، لأن فترات الليل زي ما ذكرنا هنبدأ نحس ببعض البرودة، فده محتاج ان احنا نزود قطعه ملابس اضافيه، محتاج كمان ان احنا نصطحب معانا جاكيت خفيف او شال لما نخرج في الساعات المتاخره من الليل او الصباح الباكر. كمان متوقع تكون لشبوره مائيه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، مدن القناه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. مهم كمان الساده قائد المركبات والمسافرين على الطرق في الاوقات المتاخره من الليل والصباح الباكر، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر حتى سطوع اشعه الشمس، مهم جدا القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور. طيب هل في اي ظواهر جويه منتظر حدوثها النهارده او بكره؟ يعني هي الظواهر الجويه اللي موجوده معانا هو تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، ووجود نشاط للرياح، وكمان طبعا الشبوره المائيه اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هتؤدي انخفاض في الرؤيه الافقيه، لكن وارد جدا يحصل حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. يمكن احنا نوهنا بالامس في نشراتنا ان احنا من السبت المقبل هيكون في حاله من حالات عدم الاستقرار، ودي اول حاله من حالات عدم الاستقرار في فصل الخريف. الحاله ديت هيكون معاها طبعا فرص لسقوط الامطار وانخفاض في درجات الحراره، لكن دايما احنا عارفين الخريف معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه حتى كمان في خرائط الطقس، فاحنا مع اقتراب الحاله الجويه هنعلن تفاصيلها بشكل واضح وبشكل اكتر، اماكن سقوط الامطار والكميات بالظبط قد ايه. نشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، والتوصيات اللي حضرتك يعني وجهتها لنا وازاي نحافظ على يومنا وسلامنا خصوصا على الطرق السريعه في الساعات المتاخره من الليل. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، العاصمة الإدارية العظمى فيها 30 والصغرى 21، اسكندرية 28-20، العالمين الجديدة 28-21، مطروح 27-19، دمياط 29-22، بورسعيد 29-21، الإسماعيلية 31-17.
السويس العظمى فيها 30 والصغرى 18، العريش 28 22، كاترين 27 15، طابة 29 23، حلايب 30 24، شلاتين 33 24، شرم الشيخ 32 23، الغردقة 30 22. الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 18، بني سويف 30 18، الوادي الجديد 35 20، أسيوط 31 17، سوهاج 32 20، قنا 33 21، الأقصر 34 21، أسوان العظمى فيها 35 والصغرى 22. ودلوقتي مشاهدينا نكمل مع مصطفى وهدير باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لمى. شكرا يا لمى.